انطلقت بالجزائر اجتماعات الدورة 47 لمجلس محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية التي ينظمها صندوق النقد العربي وبنك الجزائر لمدة يومين. وبحث المشاركون مجالات التعاون بين اتحاد المصارف العربية من جهة وبين السلطات الرقابية والتنظيمية المصرفية من جهة أخرى ومناقشة القضايا المشتركة، خصوصا ما يتعلق بالتشريعات والقواعد المصرفية الدولية الجديدة، فضلا عن بحث السياسات النقدية في مواجهة التضخم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنباء بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها، وشدد المركز الإعلامي على أن منظومة توريد القمح للموسم الحالي شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المزارعين لتوريد كميات كبيرة من القمح لتصل بذلك إلى المعدلات المستهدفة، حيث بلغت كميات القمح المحلي التي تم توريدها نحو 3,800,000 طن مع انتهاء الموسم نتيجة لإتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين. أشار المركز الإعلامي إلى ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 5 أشهر. في إطار بروتوكول التعاون بين مصر والكوميسا تجرى فعاليات البرنامج التدريبي لمجموعة من الدول الأفريقية من أعضاء الكوميسا. يهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من الخبرات التشريعية والممارسات الميدانية لجهاز حماية المستهلك المصري ونقل هذه الخبرات الرائدة إلى دول الكوميسا للاستفادة منها في هذه الدول. بنتشرف باختيار مصر إن هي تدرب الدول الأفريقية من قبل الكوميسا على حماية المستهلك، وده الحقيقة إن كان بيأكد شيء فهو بيأكد في البداية صدارة مصر كالعادة الحمد لله، وإنها سباقة دايما في كل المبادرات وإصدار القوانين والممارسة في حد ذاتها. ويمكن الدعوة جت من الكوميسا على أساس إن إحنا كنا هناك في مؤتمر وشافوا الحمد لله إنجازات مصر في مجال حماية المستهلك، فاختاروا مصر إن هي تكون موقع للتدريب للدول الأفريقية. تم اختيار مصر لما لها من جهاز حماية المستهلك من نجاحات، وهو جهاز راسخ له خبرة وباع طويل في تطبيق وتنفيذ القوانين ذات الصلة بحماية المستهلك. وبالطبع هناك أيضا نظم قائمة بالفعل في مصر مثل نظام معالجة الشكاوى وأيضا الكول سنتر أو مركز الاتصالات وغيرها من النجاحات اللي بنحرص أن تتبادلها مصر مع الدول الأعضاء الأخرى. الهدف هو الاستفادة من خبرة مصر وفي لمساعدة الدول وبناء قدرتها لتطبيق وتنفيذ القوانين الخاصة بحماية المستهلك على أفضل وجه. حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية بنهاية جلسة اليوم مدعومة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات تجاوزت 2 ملياري جنيه وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1,326,000,000,000 جنيه. ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 66% ليغلق عند مستوى 19,668 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة وسط اي جي اكس 70 متساوي الاوزان بنسبه 40% ليغلق عند مستوى 3854 نقطه. صعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الاوزان بنسبه 58% ليغلق عند مستوى 5682 نقطه. خلص تقرير جديد لمرصد الطاقة العالمي إلى أن الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة 57% في الفترة من منتصف 2022 إلى منتصف 2023 لتصل إلى 19 جيجا وات. وتوقع مرصد الطاقة العالمي مزيدا من الارتفاع في مجال الطاقة المتجددة بمقدار النصف بحلول 2024، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال بحاجة إلى مضاعفة هذه القدرة 20 مرة من مصادر الطاقة المتجددة لتحل محل الطاقة التي تعتمد على الغاز.